يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من الدروس الشرعية المتعلقة بالقراءات القرآنية والدروس المتعلقة ببعض أحكام وأصول التلاوة والتجويد. ونحن مع القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في هذا القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن هو كتاب بشارة لهم في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كلها هذه آيات تدل على فضل هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الصحابي الجليل أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن إما أن يكون حجة لقارئه وإما أن يكون حجة عليه، فإذا كان عاملا به وبأحكامه قارئا له لوجه الله تعالى فإنه يكون حجة له، وإذا كان عارفا بالقرآن غير عاملا به أو صادا عنه فإنه يكون حجة عليه. وقد ورد أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. سماهم الله عز وجل أهله، أهل القرآن هم الذين تعلموا أحكام هذا القرآن وعملوا بهذه الأحكام. لذلك يقول هذا الصحابي الجليل في الحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يعني تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاججان عن صاحبهما، يعني سورة كأن سورة البقرة تتقدم وسورة آل عمران تتقدم، تحاججان عن صاحبهما أمام الله تعالى يوم القيامة. هذا لمن عمل بالقرآن. وأيضا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني لا خير بمن تعلم القرآن ولم يعلمه، ولا خير بمن تعلم القرآن ولم يعمل به، إنما الواجب تعلم هذا الكتاب والواجب هو العمل بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب الحبيب الطبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فالتمهر بقراءة القرآن ودراسة علم التلاوة والتجويد فيه فضل عظيم وفيه أجر كبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الذي هو ماهر بقراءة القرآن، فيقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني. ولذلك ورد في حديث آخر أيضا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت فيما حديث ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقارئ القرآن وهو متقن في التلاوة أجر، ولقارئ القرآن وهو متعتع فيه أو متلكئ فيه له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. وهذا الحديث للذي يقرأ القرآن لنفسه وفي بيته، أو من كان معذورا ولم يستطع أن يطلب العلم. أما من كان يقرأ على الناس أو من كان يعلم الناس فالواجب عليه أن يكون ماهرا بالقرآن متقنا لأصول التلاوة والتجويد. وأيضا ورد في حديث عن سيدي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لنا حال المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. والأترجة يعني نوع من الفاكهة ذات الريح الطيب وهي صفراء اللون والطعم الحلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فهذا تشبيه دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصون على القرآن وحريصون على العمل بالقرآن وعلى قراءة القرآن. فقد ورد عن سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الذين علموا هذا الكتاب وتعلموه يرفعهم الله عز وجل وعملوا به، والذين صدوا عن هذا الكتاب أو تعلموه للدنيا لا للآخرة فإن الله يضعهم به. وكذلك ورد عن سيدي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، شيئين فيهما حسد: رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ففضل القرآن عظيم وفي تعلم القرآن فضل عظيم، ويجب على المسلم المحمدي أن يحرص على ذلك وأن لا يترك ذلك أبدا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على ذلك. ورد عن سيدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه لا تعتبر حرفها كلمة، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأن الحسنة تضاعف إلى عشرة أضعافها، وورد في حديث بأنها تضاعف إلى سبعون ضعفا، وورد في حديث بأنها تضاعف إلى سبعمائة ضعف. هذا بحسب إخلاص العبد المسلم المحمدي، فالإخلاص في القلوب متفاوت، والهمم متفاوتة، والقرب من الله عز وجل متفاوت. فمنهم من يقرأ القرآن وذهنه ليس عند القرآن أو لا يعمل بالقرآن، الله عز وجل يعطيه حسنة على هذه القراءة. ومنهم من يقرأ وذهنه مع القرآن فله عشر حسنات، ومنهم من يقرأ وذهنه وقلبه مع القرآن فله سبعون حسنة، ومنهم من يقرأ وذهنه وقلبه وروحه وحاله وكله معلق بالقرآن وبالله عز وجل فله سبعمائة حسنة. وهكذا، وهنالك من يعطيهم الله عز وجل، يعطيهم الله من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنالك عطاء رباني لا يحدد بحد ولا يقيد بقيد ولا يقدر بمقدار ولا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك يجب أن نحرص على هذا القرآن، ويجب أن لا يكون القرآن مهجورا في القلوب ومهجورا في البيوت. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي ليس في جوفه، يعني ليس حافظا
شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني يشبه الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن، يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الخرب، وهذا البيت خرب لأن ليس فيه هذا النور الإلهي الرباني الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد. اليوم قرأنا بعض الآيات من سورة البقرة، قرأنا قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي، إن الله لا يستحي، أي هنا إدغام، أي يضرب، أي يضرب، هنا إدغام، تدغم النون في الياء، وحروف الإدغام نجمعها في كلمة يرملون، وكلاهما من حروف الإدغام، فهنا الإدغام واضح. وأيضا في الضاد، في الضاد ها هنا يوجد قلقلة، في الضاد يوجد قلقلة، أي يضرب مثل ما، مثل ما، هنا الميم فيها إخفاء، هنا الميم فيها إخفاء، والميم والنون دائما يعني من حروف الغنة يجب أن تظهر فيهما الإخفاء مع الغنة، مثلا يعني خرجت الغنة فقط ولم يخرج الحرف، مثلا ما بعوضة فما فوقها، القاف فيه قلقلة، وهنا بعد لفظة فوقها يعني الوقوف جائز وهو أفضل. ثم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الحق هنا القاف فيها قلقلة من ربهم، وأما الذين كفروا فيقوا أيضا القاف فيها قلقلة، ماذا هنا مد طبيعي على الألف، مد طبيعي على الألف، وهذا المد يكون أربعة إلى خمس حركات. ماذا أراد الله، هذا المد طبعا يعني بعض العلماء يقولون يعني واجب، هذا المد يكون واجب، ماذا أراد الله بهذا مثلا، هنا يجوز الوقوف بعد مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما كثيرا يعني إذا وصلنا هكذا كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، القاف فيها قلقلة والياء بعد القاف فيه مد طبيعي، حركتان أو أربعة أو ستة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقع هنا قلقلة أيضا، ما أيضا هنا مد، هنا مد أربع حركات إلى خمس حركات، ما أمر الله به أن يوصل، هنا إدغام، أي تخفى النون ويلفظ الألياء، أي يوصل، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، الخاسرون، الخاء يجب الاعتناء بإظهارها، والواو فيه مد طبيعي. ثم قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون، وهنا أيضا مد على الواو. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، هنا مد واجب، هذا المد أربعة إلى خمس حركات. إلى السماء، الألف أيضا عليها مد، فسواهن سبع سماوات، هنا بعد لفظ السماوات الوقوف جائز وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، هنا مد، وهذا المد أربع إلى خمس حركات. أتجعل الاعتناء بإظهار الجيم، فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم، هنا إقلاب، انقلبت النون إلى ميم، أم أنبئوني
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا منامد إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أم، هنا أيضا قلاب، أم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني، هنا مد أربع إلى خمس حركات، أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجدوا هنا مد على الواو أربع إلى خمس حركات، فسجدوا والألف التي بعد الواو تخفى، إلا أيضا مد، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وهنا بعد فيه يجوز الوقف، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ويجوز الوقف أيضا هنا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى، قلقل على القاف ومد على الألف الأخيرة، آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يجوز الوقف هنا بعد عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، ممكن الوقف وممكن الوصل، إذا وصلنا قلنا جميعا وإذا وقفنا قلنا جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هنا مد، أولئك أصحاب النار، أيضا يجوز الوقف، ممكن نقول النار إذا وقفنا، وإذا وصلنا نقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا وصلنا نكسر وإذا وقفنا نسكر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي مد أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، مد، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، مد، وآمنوا بما، مد، أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، هنا جواز الوقف، إذا وقفنا قلنا به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق، هنا قلقلت القاف، بالباطل، وتكتم أيضا قلقلة الطاء بالباطل، وتكتم الحق أيضا قلقلة وأنتم تعلمون، وأقيموا قلقلة، وأقيموا الصلاة أيضا قلقلة الصاد، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، إذا وقفنا قلنا الكتاب، وإذا وصلنا قلنا الكتاب واعتنينا بقلقلة الباء، الكتاب، تتلون الكتاب أفلا تعقلون، تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وإذا وقفنا قلنا الكتاب. واستعينوا بالصبر، واستعينوا بالصبر، الاعتناء بقلقلة الباء، والصلاة وإنها لكبيرة لا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني مد إسرائيل اذكروا نعمتي التي مد أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقلقل هنا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، المد يقع على الواو. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أربعة إلى خمس حركات مد الواو هنا، يذبحون أبناءكم أيضا هنا يمد أربعة إلى خمس حركات، ويستحيون نساءكم أيضا هنا مد، ولفظة يستحون كثير من الناس، أنا حتى سألت بعض الطلبة الذين يدرسون بعض العلوم الشرعية ما معنى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم،
يتبادر إلى ذهنهم بأن المعنى يستحون أن يفعلون بهن الفاحشة، ولكن هذا ليس المعنى الحقيقي. المعنى يستحيون أن يبقونهن على قيد الحياة. أشار بعض الحكماء الذين كانوا حول فرعون لما علموا بأنه سيولد مولود في بني إسرائيل كما يقول المفسرين، وتكون نهاية ملك فرعون على يده، فأمر بأن يقتل كل مولود، كل مولود جديد يقتل في كل سنة في كل عام. فقال له بعض الحكماء الذين حوله: يا ملكنا، إذا بقينا هكذا فإن جيشنا سيكون من الشيوخ والعاجزين، إذا نقتل المواليد الذكور، ففي هذه الحالة يعني لن يكون شباب في هذه الدولة أو في هذه المملكة يدافع عنها. وهذا معنى الآية. فأمر، يروى أنه أمر بقتل أبناء سنة وترك أبناء سنة، وفيها خلاف في التفسير. فهذا المعنى: يذبحون أبناءكم أي يذبحون الذكور، ويستحيون نساءكم أن يبقون الأناث على قيد الحياة، وليس معنى ذلك يفعلون بهن الفاحشة. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرق القاف القلاء وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا قلقلة على القاف ومد على الألف قال فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعد إن الاعتناء بقلقلة الدال موسى مد 40 ليلة ثم اتخذتم العجل مم هنا إدغام مم بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم مم أيضا إدغام من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرق هنا قلقل والفرقان لعلكم تهتدون. هذه الآيات التي قرأناها لهذا اليوم، وهذه هي الأحكام المتعلقة بها، وإن شاء الله سنكمل في درسنا المقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.